هندخل على فكرة حياة كريمة. هو ليه مصر بتسعى في هذا الاتجاه؟ يعني ليه بتوفر حياة كريمة عبر أشكال مختلفة؟ الناس تتنقل لأماكن آدمية، يتوفر شغل، يتوفر مشروعات صغيرة، يعني عشان الناس تعيش حياة كريمة. خلينا نسمع الجزء ده عند الرئيس. الموضوع التاني اللي هكلمكم عليه هو موضوع حياة كريمة، ويمكن أنا ده يمكن تالت أو رابع مرة أتكلم مع حضراتكم فيها. وعايز أقول إن أنتوا تحدثتوا على إن المرأة ومدى اهتمامنا بيها، صدقوني صدقوني الإجراءات اللي اتعملت في كل ال يعني الإسكان الخطر قوي اللي هي الناس اللي كانت موجودة يعني في ظروف إقامة مش طيبة، يعني والله العظيم أنا كنت بعمل كده عشان خاطر الست وولادها. أنا بحلف بالله. أنا عايز أقول لكم على حاجة، المروءة يعني المروءة، مروءة الراجل الحقيقي للمرأة ده مش عطاء يعني، ومش حق المرأة تطلبه. لا لا، ده احنا المفروض كرجال من غير ما حد يتكلم نعطي. فأنا بس هرجع على فإحنا كان هدفنا في إن إحنا كل الإسكان الخطر ده اللي هو بشاير والأسمرات وكله، إن إحنا ناخد أهلنا، عرضنا، بناتنا، ستاتنا من الشارع أو من الحتة الظروف الصعبة دي، ونحطهم في سكن يليق بيهم. إحنا في الحياة كريمة، في حياة كريمة إحنا قلنا يعني بدأنا من سنتين يا دكتور مصطفى، مش كده؟ من سنتين. لكن احنا لقينا ان احنا محتاجين ناخد خطوة، يعني مش خطوة، قفزة، قفزة كبيرة قوي. انا بس الحصر الاولي كان الدكتور مصطفى بيرد عليا دولة الرئيس من كام يوم، بيقول لي عدد الوحدات اللي محتاجين ان احنا يعني نخش نعمل فيها أعمال يعني تليق بالأسر، يمكن تصل لل 100,000 في 1500 قرية، مش كده؟ 100,000 وحدة. الهدف من ده كله إن السيدات المصريات اللي موجودين في الريف، واللي هي أكتر من تعاني من الحال ده، وبرضو بقية الأمور الأخرى زي الصرف الصحي وزي يعني الغاز لو أمكن وحاجات أخرى كثيرة جدا احنا قصدنا بها، ان احنا وبرضو مش بقول سر ولا حاجة، لكن بأكد لكم ان احنا حريصين وجادين على ان احنا نعمل ده. اللي برضو دولة الرئيس بيقول لي احنا لما رجعنا الأرقام، انا بحكي لكم أول بأول عشان تبقوا في الصورة من الحكاية دي، حكايتنا كلنا مش حكاية حد لوحده. فقال لي ده احنا كده ممكن بدل 150 مليار لل 1500 قريه ممكن نصل ل 200 وشويه، مش كده يا دكتور مصطفى؟ 200 مليار وشويه. دكتوره هاله دلوقتي مش عايزه تدفع. لكن على كل حال احنا ان شاء الله حتى لو كان الرقم 200 وشويه احنا ان شاء الله يعني متصور. هنا ايه نطلع من هذا الكلام بايه؟ انتوا عارفين يعني زمان كان في ناس بتتريق على فكرة الستر دي، وكان بيطلع نكت زمان، يعني النكتة دي كانت تقريبا يعني أيام في عهد الرئيس مبارك، كان في وزير مالية كان يعني بيفرض ضرائب كتيرة جدا ومش عارف ايه بتاعه، وبعدين هو بيسأل وزير المالية بيقول له الناس عايشة على ايه الوقت؟ قال له على الستر يا ريس، قال له افرض عليه ضريبة. عايز اقول لحضراتكم انه قيمة الستر دي، لانه اكتر دعاء الناس يعني بيتوجهوا بيه الى الله طول الوقت اللي هو رب استرنا، يعني لانه تقريبا ده برضو الدعاء الاكثر قربا للناس، ان ربنا يستر الناس، يستر الناس في صحتها ما تتعبش، يستر الناس في عيلتها، يستر الناس في سلوكها، يعني يستر الناس في فلوسها، كل حاجة. يعني الستر ده حاجة عظيمة جدا. الكلمة اللي الرئيس بيقولها النهاردة انه يعني عشان ياخد الناس من اماكن كانت الحقيقة مستباحة، يعني الاماكن العشوائية والاماكن غير المخططة والاماكن الخطر كانت بتتعرض فيها يعني سيدتنا، امهاتنا، اخواتنا، زوجاتنا، في الاماكن دي كانوا بيتعرضوا ليعني انتهاكات كثيرة جدا.
فإذا كان هذا هو الغرض فقط، وهو ليس الغرض فقط الحقيقة، إنه حماية المرأة بهذا الشكل اللي هو إنه الدولة في لحظة معينة يعني تساهم في الإعلاء من قيمة الستر للناس دي، فحياة كريمة تبقى كده كفت ووفت زي ما بيقول. في طبعا حاجات كتيرة جدا، لكن هذه القيمة الأساسية أنا بحاول بس أقرأ مع حضراتكم ما وراء كلام الرئيس، انه بتعمل حياه كريمه، بتبني بيوت كويسه، بتعمل وظائف، بتدي مشاريع صغيره والى اخره، لكن في النهايه انت بتساهم في اسباغ ستر الله على الناس، لانه احنا كلنا في النهايه ادوات. طيب، في قضيه مهمه جدا لمسها برضو الرئيس وهو يتحدث عن الغارمات، سمعونا كده يا شباب. أسرة والتضامن الاجتماعي دايما كان كتير، لكن أنا هكلمكم في موضوع محتاجين نفكر فيه شوية، يمكن في الحضر مش موجود قوي لكن موجود في الريف. ففوجئت إن هما، أنا سامع الكلام ده كتير بس قلت أقوله لكم، يعني يمكن ده يشكل قوة دفع للإعلام، ويمكن يشكل قوة دفع للمؤسسات الدينية، إن هما يعني سمعت إن هما بيقولوا إيه، يجيبوا تلفزيونين ويجيبوا تلاجتين ويجيبوا مش عارف 10 بطاطين ويجيبوا طب ليه يعني طب انا طب غسلتني ليه؟ طب يعني فقالوا ان ده في الريف يعني عيبه جدا جدا لو ما حدش جاب كده، ما جابش في الجهاز بالطريقة دي. يعني طبعا احنا عايزين ناس الأسر تقوم بالواجب مع بناتها يعني، لكن يا ريت الموضوع دوت نفكر فيه، انه ده مش عادة طيبة، وفي الآخر ده ربنا سبحانه وتعالى ما بيقولناش ان احنا نعمل كده. ده حتى لو كان معايا، يعني حتى لو كان معايا أموال تقدر تعمل كده، أعمل ده ليه؟ فيعني أنا بسك من الغارمات، وده كان بيبقى مرتبط إلى حد ما في معظم القضايا اللي احنا شفناها، بأن الست بتضطر إن هي يعني تقترض عشان تجيب الطلبات اللي هي بتاعت يعني عايز أقول لحضراتكم إن ده اقتحام، حقيقة اقتحام رئاسي يعني، لقضية ناس بتتكلم فيها من سنين طويلة جدا في بلادنا. يعني هو الرئيس لما قال لك ده موجود في الريف اكتر من الحضر، ده حقيقي في مساله جهاز البنات. وانا عايز اقول لحضراتكم على حاجه، يعني مثال من، يعني الرئيس بيقول غسالتين وتلفزيونين، لا ده المسائل يعني اكتر. انا في مره، وهذه واقعه يعني احكيها لحضراتكم، في يعني بنت كانت بتتجوز وبعدين زعلانه جدا من امها، وبتقول لي انا مش راضيه تجيب لي غساله عاديه. تمام؟ فأنا استغربت جدا، قلت إيه ده؟ يعني غسالة عادية تسيب البنت تغسل على إيديها وتتبهدل وبتاع؟ فرحت بقول لوالدتها، يعني قلت لها إزاي مش عاوزة تجيبي غسالة عادية لبنتك؟ يعني أنت تبهدليها؟ قالت لي ما أنت عبيط مش فاهم حاجة. قلت لها ليه؟ قالت لي هي جايبة لها غسالة أوتوماتيك وغسالة هاف أوتوماتيك، وهي بقى عايزة كمان غسالة عادية. قلت لها ليه؟ يعني هي راحت تتجوز ولا تشتغل غساله؟ يعني عشان تجيب غساله فول اوتوماتيك وغساله هاف اوتوماتيك وغساله عاديه، يعني يبقى عامله مشروع غسيل، مش راح تتجوز. وبعدين تلاقي في حاجات غريبه جدا، لانه الناس بتتجوز بيجهزوا البيت وكانه هم مش هيعيشوا بعد كده، يعني مش هيشتروا حاجه. يعني يقول لك لا، تقول لك البنت لا انا اجيب فوط تكفيني. ايوه تكفيكي ايه؟ ما هي دي حاجات بتستهلك وتخلص، مش عارف ايه الملايات بتاعت السرير كذا، ومش عارف الستاير يبقى شكلها عامل ازاي. وبعدين تلاقي في شباشب، يعني احنا في الريف بقى ده لازم يتصور، لان الناس بتزف الشباشب، تلاقي في صواني كده عليها الشباشب بتاعت العروسه، وبعدين عليها مش عارف ايه بتاعت العروس. في حاله كده يعني للاسف الشديد هو سلوك اجتماعي مرفوض. وبتلاقي الرئيس كان بيربط ده انه في غارمات كثيرات جدا بيستلفوا عشان يجهزوا بناتهم الجهاز اللي موجود في البلد. لو احنا عندنا احنا يعني في بلدنا مثلا او في البلاد اللي حوالينا، يعني بتلاقي مثلا عروسه في الجهاز بتاعها عملت بدعه، اللي هي مثلا جابت كمبيوتر، فيبقى الكمبيوتر دخل الجهاز. كل عروسه ما جابتش كمبيوتر بعدها تبقى فيه مشكله. الله، واحنا اقل من فلان؟
هو بنت فلان احسن مني انت يعني، وهكذا. فدي عاده، عاده اجتماعيه فينا، فينا كلنا، اللي هو انت مثلا ايه بيبقى في اطقم جايبينها، اطقم الحاجات بتاعت الاطباق والحاجات والمش عارف ايه، ويحطوها تحت السرير لان ملهاش مكان، ملهاش مكان في البيت. وعايز اقول لحضراتكم على حاجه، والله العظيم ده حصل في يا جماعه، ناس بتتجوز باطقم بتفضل موجوده في البيت لحد ما تديها لبنتها وهي رايحه تتجوز، اللي هو فكره يعني ايه. احنا شفنا ده يعني، شفنا ده في جواز قرايبنا ولينا وده، لهم في البيت دلوقتي قاعدين يضحكوا على الحكايه دي، لانه انا كان بيني وبينهم حوار طول الوقت، اللي هو يعني مستغرب، استغرب تجيبي 12 شبشب ليه وانت رايحه تتجوزي، بس الا اذا كنت لازم تضرب بعض بالشبشب بعد الجواز يعني. يعني في حاجات غريبه جدا، انا بتكلم عن عيلتي يعني، مثلا حتى في تلاقي عاوزين كذا والناس بيقولوا كذا، ولا ازاي انا، وبعدين الناس تدخل تفتح الدواليب بقى بتاع العروس عشان يشوفوا جايبه مش عارف ايه، ملابس ايه وجايبه ايه، ويقعدوا. ففي حاله من انك انت بايه، ما هقولش التفاخر، ولكن الناس بتنجر يا جماعه الى الحاجات دي. ولو حضراتكم جبتوا قايمه، قايمه من القوايم اللي بتتعمل، القايمه اللي بتتكتب دي، وتستغربوا جدا، لانه بيشتروا حاجات زي ما بقول لحضرتك. الجواز ده يا جماعه بدايه حياه مش نهايه حياه، انت تدخل الشقه كامله من مجاميع وما فيش ناقصها حاجه، وكان انت مش هتطلع من الشقه بقى تاني، يعني مش هتشتغل، مش هتجهز حاجه، مش هتطور، مش هتنقل حتى من الشقه بتاعتك دي، لا. ففي سيدات كثيرات تحت ضغط الخوف من المجتمع، وان هم بيعملوا حساب للمجتمع، ويقول لك الناس يعني لازم نجيب كل الحاجات دي. فانا اتمنى تبقى في استجابه لهذه الملاحظه والدعوه من الرئيس، ان الناس تجيب اللي هي محتاجاه مش اللي هي عايزاه، لانه لو اللي على اللي عايزاه تجيب كتير، لكن الناس تبقى تبدا حياتها باللي محتاجين.